خلينا نروح لأساس الموضوع النهاردة، أنه الموت المفاجئ عند الشباب، لأنه الأزمات القلبية والأمراض القلبية وأمراض الشرايين دي كلها اللي بتيجي عند الناس في مختلف أعمارها دي كلها ما بقينا عندنا ثقافة إلى حد ما إيه أسبابها وليه بتحصل وإزاي ممكن نتجنبها. إنما لما يبقى ولد شاب رياضي ما عندوش مشاكل، ما عندوش من أي حاجة، تلاتينات واربينات وعشرينات، ما عندوش أي عيب خلقي مكتشف لغاية اللحظة اللي توفى فيها، ومرة واحدة بدون أي مقدمات ينام ما يقومش، يعني هل ده بيكون هو طبعا عمره، بس هل ده بيكون صدفة يعني عضلة القلب وقفت وخلاص، ولا بيكون له أسباب خفية احنا مش عارفينها؟ عمره ما بيكون صدفة، أكيد طبعا بيكون في سبب في عضلة القلب. وأشكرك أن أنت استخدمتي بقى الكلمة دي عضلة القلب. احنا لما عايزين نطمن على القلب ونعرف مشاكله ايه او ايه فرص حدوث لا قدر الله توقف القلب المفاجئ، وده الاسم العلمي الصح لهذه الظاهرة توقف القلب المفاجئ، لازم نفكر في ثلاث حاجات في عضلة القلب. زي اي بيت، البيت نفسه العضلة تغذيتها بالكهرباء وتغذيتها بالدم، هما دول الثلاث نقط اللي احنا عايزين نطمن عليهم عشان نقيم فرص حدوث توقف القلب المفاجئ عند اي شخص، وطبعا الشباب وحتى الاطفال في بعض الاحيان لا قدر الله بيحصل. عضلة القلب محتاجين نطمن عليها، لأن في بعض الأمراض الوراثية بتؤدي لضعف في عضلة القلب، وفي بعض الأحيان العكس تضخم شديد في عضلة القلب، وده في الآخر ممكن يبتدي يحصل فيها ضعف أو فشل في كفائتها وممكن يحصل توقف مفاجئ ليها. ده فضل ربنا أن احنا نقدر نطمن عليه بطريقة سهلة جدا، وهي الإيكو، الموجات الصوتية للقلب، بتتعمل للاطفال وللكبار، بنقيم فيها حجم عضله القلب، كفائتها، توصيل الدم، الصمامات. يعني امتى اخد القرار ده؟ يعني انا قاعد كويس اهو، برافو عليك، او ابني كويس قوي، برافو عليك، او اخويا الصغير. ده ثقافه الفحص الدوري التشيك اب، حتى لازم الصغيرين في السن على الاطفال، يعني خصوصا الاطفال اللي هيدخلوا رياضه، الاطفال اللي هيلعبوا رياضه، رياضه تنافسيه بيكون فيها اجهاد زياده. يعني انا عمري ما عملت لابني، والحقيقه مهم طبعا، مهم، يعني جزء مهم ان احنا نطمئن خصوصا في الظروف الاتيه. اولا ان يكون في تاريخ مرضي في العيله لا قدر الله، مشاكل قلب في سن مبكر، او فعلا تاريخ مرضي في العيله بتوقف قلب مفاجئ، حد في العيله سواء اقارب الدرجه الاولى او اكتر حصل له هذه المشكله. نمره 2، حدوث اعراض، في بعض الاحيان ممكن الطفل يشتكي من اعراض معينه ما نستهونش بيها. زي ايه بقى؟ زي الم في الصدر، احساس بضعف قلب سريع. كل العيال بتقول لك عندي نغزه في صدري، كل العيال. وماله؟ لو حصل كده نطمئن، هو الطفل نفسه هيطمئن واهله هيطمئنوا. وفي بعض الاحيان بالمناسبه هي امراض نادره، يعني مش هقدر اقول لسيادتك ان احنا هنلاقيها كتير، ولكن للاسف ملهاش اعراض في الاغلب العام، ولو حصلت ممكن يكون العرض الاول هو توقف القلب المفاجئ. فبالتالي احنا لازم نبقى زي ما بيقولوا فيجيلنت، لازم نكون ان احنا مستبقين الحدث ولازم ندور ونطمن.